تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمني. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 244,451 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 39,957 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 188 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4,243 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية ومخالفات الشركات السياحية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7,221 قضية تموينية متنوعة، من بينها 79 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 733 اسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم ب 98,955 جنيها، وضبط 19 قضية مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 350,958 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 7,123 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1,708.5 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها ما يقرب من 297 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 7.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 73,587 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 58.5 مليون جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,280 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,078,000,000 مليون جنيها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.